حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا بعد هذا الفاصل. ابو فهد، سالتك قبل الفاصل، الشيخ طلال في المؤتمر الصحفي ذكر خلال 60 يوم راح يدعو الانتخابات ويعدل الماده 32 وينهي الازمه الرياضيه وتعود الرياضه كما كانت. بعد الحين سنه والوضع على ما هو عليه، وبالعكس بدا يعني يتجبر في موقفه، بدا يرفض تطبيق القوانين، بدا يعني مع الجهات الخارجيه اكثر ما يتعامل مع الجهات المحليه، وكان يرفض اي قانون محلي، وهذه مشكله صراحه. لا مو مشكله، الشيخ طلال شلون رد المناصبه ورد الاحكام في محكمة؟ زين يا اخي، روح اللي بيروح، اللي مو عاجبه يروح المحكمه. طيب ليش ثاني شيء الكاس ما نفذتوه؟ ثاني شيء جمعيه عموميه، انا يعني ترى شويه انسى التواريخ، جمعيه عموميه طلبنا حضر نادي القادسيه ونادي العربي، هذا الاخير نعم اللي تعديل هذا. وطلبنا جمعيه عموميه ثانيه حسب النظام هم حضر القادسيه بروحه، لهم حق يحضرون بقيه الانديه. طالبين جمعيه عموميه، احنا غير عاديه. من اللي تعديل غنى؟ الاتحاد طلبها مرتين، صارت مرتين. حضر جمال الكاظمي مره لتعديل ما حد حضر. في ناس مستانسين على المشكله هاي، ترى في ناس مرتاحين على المشكله، وانا اعتقد حتى الحكومه مرتاحه على المشكله هذه. اي مشكله عندها تبعد الانظار بالرياضه، اتحاد الغداء. ممكن تكون هذه استراتيجيه يلعبونها النواب او شيء، واعتقد حتى النواب يعني وعايشين على الرياضه، وعايشين على الرياضه. يعني لو تنتهي مشكله الرياضه اتوقع إن في ناس راح يموتوا، راح ينتهون. زين ابو فهد، انت قلت ما عندي مشكله مع الهيئه، يعني احد الاشخاص بعث لي مسج يقول يمكن ابو فهد ما عنده، استاذ هايف حسين ما عنده مشكله، لكن احنا عندنا مشكله كرياضيين مع الهيئه، ان هناك بعض يعني بعض الملاحظات الكبيره خاصه في صرف الدعم في المعسكرات. يقول احنا عندنا كرياضيين مشكله مع الهيئه، مو مع اشخاص الهيئه، مع نظام الهيئه السيستم. فانت تقصد ان ما عندك مشكله مع اللي موجودين، ولا الهيئه حتى ما عندك مشكله معها في بيروقراطيه؟ احنا خلافنا، انا اوصل للمشاهدين كخلاف شخصي، ما عندنا خلاف شخصي مع اي شخص، والله ما نكره ولا عندنا خلاف مع اي شخص، وبالعكس بالهيئه كاشخاص مهما، لكن كنظام قائم، كنظام احنا نختلف معاهم، احنا عندنا عندكم مشكله معاهم، إيه عندنا وجهات نظر وهم عندهم وجهات نظر، وقاعد نسعى احنا، ما راح نوقف احنا لحد الان نسكت بالهيئه. ما يردون عليكم ابو حسين؟ ما ردوا في كتب. ليش ما يردون عليكم؟ في كتب لحد الان ما رد، وراح ندز كتب احنا. ليش ما يردون عليكم؟ هني السؤال. اذا كانت الهيئه ترى بانكم جهه غير شرعيه. انا اعتقد القرار اللي تم التوقيف عليه هو الدعم المالي. بس ماشي ممتاز، ليش ما يردون على باقي؟ سكروا جميع البنود علينا، الخمس الابواب، واحنا بالباب الخامس بس، سكروا الابواب. حكم محكمه الكاس، ليش ما صدرتوا فيه حكم موازي داخل محكمه الكويت ونفذتوا؟ مو ملزم يقولون. لا لا لا، عشان يصير ملزم، انا قاعد اتكلم قانونا كمحكمه كليه. الحين عشان يصير طرحوها النواب. الحين انا عندي حكم برا الكويت. ايه؟ اي اخذ الحكم هذا واطلب مو على الكويت تذيل. مو هذا اللي طرحه صالح المله، قال محكمه كليه، قالوا له الحكم مو على الكويت، الحكم صادر ضد فيفا، انفذ على فيفا هني. منو يمثل فيفا بالكويت؟ اذا مو ملزم، صح كلامه؟ لا ملزم باتفاقيه دوليه، اتفاق في اتفاق ممتاز للاتفاقيات، ان الرياضه ان الحركه الرياضيه استغلاليه وفقا لنظام هذه منظومه دوليه. إيه؟ العالم كله، هذه المشكله عندنا، الرياضيين يتبعونها، ولا تصير فوضى، تصير كل وباغر، والله عارفين السالفه، كل دوله احنا عارفين، ما يبون الانتصار حق احد. شوف الحديث، هو المشكله ان الكل فاهم بس ما حد فاهم. المشكله العالم كله عارفينها، لكن يعني انا اشك ان في ناس مستفيده من الوضع، واذا انت مشكله الرياضه هم راح ينتهون وراح تنتهي العمليه. في ناس فمد اجل الازمه، يعني الازمه راح تطول. لكن انا بقول لك الحين شغله، احنا كهيئه عامه شباب الرياضه عندنا اتفاقيات معاها وكتب رسميه بصرف او بالاتفاقيه، اتحاد القدم اتفقوا مع الجهه الفلانيه، مع ابو انور، مع مدرب اتفقوا معها. احنا وصلنا لاتفاق هذا واتفقنا مع ابو انور، الهيئه وقفهم. يعني الناس اللي قبلكم معطينا كتاب، يعني على الاقل احنا الحين ايش نبحث؟ لا تعطونا جديد، اعطونا القديم اللي انتم موافقين عليه، اللي هو قبل اصدار القرار. قبل اصدار القرار، يعني عندنا تذاكر، عندنا معسكرات، عندنا التزامات ماليه. هم طبقوها طبقوها باثر رجعي. باثر رجعي، خلاص وقف مالنا احنا، خلاص. ابو فهد، على الفطور ايش تشرب؟ انا والله على الفطور يعني فيمتو ولا لبن؟ لا الشرب، مشاريبك ايش تشرب؟ فيمتو، لبن، اصفر، احمر؟ لا لبن. لبن؟ لبن. ما عندنا لبن هنا؟ لا في عندنا مجماني. في لبن؟ نجربي نشوف. لا ما في لبن، قص علي. نبي قهوة. احنا يلا قهوة. قهوة. انا والله نزال، ابغى اطلب شيء مو عندكم. شيء الغريب. حياك الله، تفضل يا ابو فهد. طبعا احنا متابعين الحين على الهواء اخونا
ابو حمد الحميدي تفضل وابو سعود الحميدي حاطين الشيشه ودح يعني عليهم بالعافيه وصحه يا رب. مسي على ابو حمد بالخير نقول له الشيشه مو زينه حياك الله. يسلم عليك الشاعر بدر بندر العتيبي ونعم طال عمره ويقول لك فهد العنزي وين راح يروح ودير بالكم عليه ما نبيه تعدي الحدود لانكم تقضبون فيه. شو المشكله اذا احترف يعني شو المشكله؟ يعني ابي الكاميرا اي كاميرا. بدر مطوع احترف فهد العنزي احترف لا هم قصدهم حصوله على الجنسيه السعوديه ومن هالامور. والله ان شاء الله احنا كاتحاد ما راح نقصر مع فهد العنزي وقاعدين نبذل جهد ويعني الامر والملف بيد الشيخ طهار وقاعد يسعى يعني في كل مكان لانهاء ان شاء الله مشكله فهد العنزي. شنو صوتكم رسمي عن فهد العنزي الحين لو تبي تطمن الجماهير؟ فهد العنزي شنو وضعه؟ فهد العنزي ان شاء الله راح يبقى كويتي ومع المنتخب وراح يشارك في المنتخب اذا في احتراف خارجي حق فهد العنزي مثل مو حق وليد علي مثل مو حق بدر المطوع مو حق لاعبين احترفوا مساعد يحترفوا. سحبوا بطايقهم المدنيه هو محمد راشد؟ بطايق المدنية سحبوها؟ هو شوف يعني مشكلة يعني الناس مو فاهم العملية. مشكلة البطاقة المدنية هذه أيام مشكلة الاتحاد الآسيوي ومشاركتنا بالاتحاد الآسيوي تم يعني استخراج بطاقة للمشاركة فقط. ولكن إن شاء الله يعني إحنا ما ودي أفتح أنا في الموضوع هذا يعني أعتقد أن الموضوع بأيدي أمينة ويتناقش القهوة ويدعم بقوة إن شاء الله. وأتمنى فهد العنزي إنه يحصل على إن شاء الله الجنسية في أغرب فرصة ممكنة. اتمنى دعمك انتم في اقدر افهم ايش رايك القهوه باليمين؟ اسال زين فهد الحين والله اسال هالاختصاص محمد يقول القهوه باليمين اسال هالاختصاص حساوي اصلي مالك شغل فيه اسال هالاختصاص نشوف. شوف قضيه فهد العنزي و محمد راشد محمد احنا نتمنى يعني انه يتخلص بس انا سمعت ان فهد العنزي عنده مشكله انه يبي الجنسيه حق اهله او حق والده. هذا كلام رضوان اي قال رفض الجنسيه حقه هو بروحه. بعد رضوان فضلي مثلك والله ونعم بعبد العزيز وعائله رضوان كل احترام وتقدير بس الحين هو نائب ونائب معارض صار معارض اي الحين معارض رضوان معارض معار انزين ليش ما غركم بالعدليه؟ صدق والله ما سالت السؤال انت ابو فهد ليش يعني ليش ما اختاروا منطقه غير ثانيه؟ ليش العدليه وليش انتم متمسكين في هذا المغر؟ وانا سمعت عن خطط عندكم ان تروحون استاذ جابر او تروحون ليش بالعدليه؟ اشرب قهوة. احنا طبعا اشرب قهوتك على ما الربع هني. شوف بالنسبة حق الاختلاف في وجهات النظر اللي دائما وايد يعني مشاركين يقولون انت ايش بينك وبين بو انور؟ ترى ما بيني وبين الاكل لكن اختلاف وجهات النظر يعني بالعيد راح تقرب راح تكتشفون كل شيء راح تقرب يعني لما هو يقول مثلا مرزوق علي انا ارفض هالكلمه انا اقول مرزوق الغانم اول شيء علي محمد اول شيء انا ما فيني شد ادفع 50,000 تدري اسم الغانم وين يه؟ من وين يه؟ انا اقول لك هذا رجل فاضل كويتي نعم او مو كويتي يعني المهم من العرب يعطيك بخشيش سياره شكرا جزيلا عشان الجو اي اسمه زايد زايد يا باربع اولاد سمى واحد صقر اي اوكي زايد ياب صقر حلو وشاهين اي وجاسر ممتاز وغانم وبعد في واحد نسيته اثنين اي ياب سوري ياب صقر وغانم وشاهين وقطامي وجاسر خوش اسمع طيور خوش ياب ذول عياله تكاثروا الى ان اصبحوا هم اللبج مالهم يرجع زايد يعني زايد الغانم صار الغانم صار الغانم صقر صار الصقر نعم. قطامي صار القطامي الجاسر صار الجاسر نعم. ترى هم كلهم اسره واحده عيال عم اي لما نتي حق الجاسر اللي هم منهم صقر الغانم الله يرحمه يعني نفس قريش قبل اي صقر الغانم الله يرحمه حموله كبيره صقر الغانم اليوم انت لو تقضب اي واحد من عياله تقول له انت صقر غانم ما عنده مشكله ما عنده مشكله لانه يعرف شنو موضوعه لما تجي حق عيال القطامي لو تقول اسمك جاسم محمد خالد عبد العزيز القطامي ما عنده مشكله اي بس مرزوق عنده مشكله زين والسبب ما ادري انا اقول لك رفع قضيه يعني هو اسمه مرزوق علي محمد ثميان غانم عدل مو هذا اسمه اي الف لام التعريف للغانم
يعني انا بقول شغله، لو قلنا مرزوق العلي فيها مشكله، مثل ما نقول الشيخ احمد الفهد ما نقول احمد الصباح. هو شوف احمد الشيخ احمد يزعل؟ انت الحين لما تقول محمد باقر انا ما ازعل، هذا اسمي. لكن اذا تقصد فيها ما اقصد محمد باقر، ما اقصد يعني انا ما اقصد، انا والله ما اقصد فيها. ما تقصد ما فيها شيء، ما اقصد فيها. ابو انور إيه ما في مشكله، واحد شرب باسم ابوه، لكن طريقتك شلون تقولها مرزوق علي الكل يطالع فيها بعد اسمه مرزوق علي. ما انا عموما انا بس طريقتك ابو انور طريقتك هي اللي تشد الاعصاب شوي. هذا نفس الحين اللي حياتنا احنا برمضان ما تقصد فيها شيء، بس حياه الفهد بلتنا بلوه. ايه؟ الان في مسلسل الجليب حياه الحين تمثل، لا يعني سوت الجليب وسوت انه ولد الشاوي جاي يخطب بنت الديره فاهم رفضت، فقعدت تطرح طرح ان هذا الشاوي وهله اللي ساكنين بالعشيش هم البدو. مو صحيح، مو صحيح، هذا كلام غير صحيح. الكويت فيها بادية، فيها مضارب، فيها ناس، فيها ناس فرسان بالبادية حسكنه بعشيش يعني. والله إذا حياة الفهد تغيّم تاريخ الكويت هذه كارثة بحد ذاتها. ما تغيّم، مو بهالفكرة يعني. لا هو أنا أقصد اللعب بالتاريخ، عرفت لمصلحة لا مو ما تعرف هذا حد فهم حياة الفهد يعني، هذا تعتقد إن هذا اللي كان موجود في الدير. لا لا ما ودي نعطيه كبر من حجمه لأن لا هو شوف الشاوي يختلف يعني، الشاوي يختلف عن البدوي، عن البدوي يعني ما البدو كله بعدين. أنت أم الشاوي إيش تقول بالمسلسل؟ تقول حق زوجها أبو الشاوي يقول لها أنا ترى كذي باللهجة، يقول ترى تراني ما اقدر اروح اخطب من الحضر. قالت له خو روح انت وصير خير. اكو بدوية تقول خو، خو روح، خو روح، هذا حتى بدو عبادهم يقول خو. نرجع حق العدلية، ليش بالعدلية؟ لو البدو كله شواو يعني كل واحد يبي له خروف عشان وفي بعضهم راح يحصل. بس انا بس ترى والله مفترض مشان يطلع منه يطلع وياه. لا هي المفترض ان تكون نفس روحك، ان ما تاخذون ما تاخذ الامور بحساسيه. لا لا ما تاخذ الناس فاهمه. وشوف الثقه كل واحد عنده ثقه بنفسه وثقه فيها. اذا مسلسل بيغيم العالم ويغيم ولا مشكلة. يعني مفهد العدل يرجع وما هو قاعد بنور يقول الحساويه ما ادري انه يقصد فيهم الكرم يعني. لا الحس ترى الحساويه تدري ليش طلع عليهم موضوع البخل؟ هم عقب العيد ترى حره حره حره. ايه ما القطيف احتر احتروا. ايه القطيف بهذه صح احتروا. اي والله احتروا القطيف وجهه ثانيه هم خلها احتروا. فقالوا عنهم شيء طلعوا عليهم سالفه اللي امس قالها الدكتور كامل انه يطلع فكره ويمشي بالدنيا صحيح. ليش العدليه؟ وشنو سويتوا على موضوع العدليه؟ ليش ما تروحون استاذ جابر عشان يصير تحت ايدكم كاتحاد مثل ما استاذ الملز بالسعوديه، استاذ خليفه حمد في قطر عندهم مقرات يلعبون. ما بالاتحاد بالعدليه معلم معالم العدليه يعني. احنا في خطه اللي هدم الاتحاد وعملنا مخططات من هدبه اي بناء جديد وبناء جديد من 4 ادوار ويعني اتحاد مجهز بالكامل اللي بناء نفس المكان. نفس المكان في فندق حق اللاعبين، فندق اللاعبين، ملعب، في مركز طبي، ملعب، مركز طبي. وتمت الخطه هذه على الورق، المخطط جاهز. زين اتفقتوا مع مقاول يهدم؟ والله الحين احنا بنسمع الاتحاد. والله عندنا. شوف عندك مرزوق وصالح يهدمون الاتحاد. نادم قول مكسر الاتحاد. احنا الحين بنسمع الاتحادنا. تبون تسمعون العدليه؟ تبون العدليه؟ واذا اعطتكم الارض يعني انا اعرف ان هذه الارض هي منحه لاتحاد كره القدم. نعم هبه من الدوله لاتحاد كره القدم. نعم في تصرفه. نعم نعم في ومتمسكين فيها بالقوة. لا ولا راح نتازع اتحاد ولا راح يعني اتحاد القدم يعني موقعه والقديم ومكانه ومعلم من معالم منطقه العدليه. نقول اتحاد القدم منطقه سكنيه هو حتى حق اللاعبين زين يطلعون شيخوهم عند الجامعة. وستاربكس عندنا تقرير عن واحنا طال عمرك عشان بس اتفقنا نروح الصليبية في مركز مركز الشباب نعم. بصليبية في فندق وفي إدارة وفي يعني مجهز وإحنا إن نقعد فيه مؤقت. هذا مال اللي على الدار السادس اللي على إيه مال الأنشطة الطلابية الكشافين إن ناخذه مؤقتا لما نخلص بنيان الاتحاد. واتفقتوا على هالشيء إن شاء الله؟ اتفقنا وخلصين إحنا لكن الحين إن شاء الله إن الهيئة تسلم الأمور الإدارية إيه تسلم الأمور الإدارية وإن شاء الله أتمنى والله هذا إن شاء الله إنه يبنى مبنى الاتحاد جديد على قولتك معلم ويصير فيه اكتفاء ذاتي للاعب إنه في فندق في حمام سباحة في عيادة طبية مثل ما قال محمد في ملعب هذا شيء جيد. ملعب مقاس دولي راح يكون موجود فيه ملاعب جانبية على مباراة جانبية استثمار يعني لا يعني حتى حطينا موقع الدور بالدور الرابع يكون حق دوري الصلاة سوي استوديو والله العظيم استوديو رياضي يسوي مفترض الله يستلم ناصر. أنا لا 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 أنا في الاتحاد مغضوب علي. أنا أقنعه لا ناصر لا الحين أنا ترى قاعد أسحبه من مرزوق علي لا لا حبيبي عندك تقرير عطوا دورة أبو فهد عندنا تقرير عن شرعية الاتحاد غير شرع الاتحاد للحين احنا مو عارفين شرعي ولا مو شرعي. ناس تقول شرعي ناس مو شرعي متوهقين
وفي واحد يسالني اخوك ابو تركي يقول ارسلتوا كتب رسميه للهيئه عشان تفرغات اللاعبين ولا ما ارسلتها؟